المباراة الأخيرة بقى اللي أكيد شهدت تفوق كبير جدا وظهور رائع جدا للاعبي نادي الزمالك، أكيد طبعا على رأسهم النجم الكبير محمود عبد الرازق شيكابالا، واللي قادم امبارح نادي الزمالك لفوز كبير جدا على فريق سموحة ب5 أهداف مقابل هدف في واحدة أكيد هي من أفضل مباريات نادي الزمالك على وجه الخصوص في الموسم الحالي، يعني تحت أنظار مجلس إدارة للنادي، مجلس إدارة جديد برئاسة كابتن حسين لبيب، واللي حضر طبعا كله بالكامل امبارح وكانوا موجودين في مقصورة اللقاء. من بدري جدا قدر يسجل نادي الزمالك هدفين في اول 13 دقيقة عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة واحمد سيد زيدو في الدقيقة 13، وسط سيطرة اكيد كبيرة جدا وكاملة من نادي الزمالك، ونجح كمان يوسف اسامة او يوسف اوباما ان هو يسجل واحدة من اجمل اهداف الموسم من اسيست من شيكابالا في الدقيقة 45 عشان ينهي نادي الزمالك الشوط الاول متقدم ب3 اهداف. لعب ونتيجة، برغم ان الجهاز الفني لنادي سموحه بقياده كابتن احمد سامي عمل 3 تغييرات في الشوط الاول، لكن برضو يعني ما كانش فيه اي جديد، لان هو واضح ان سموحه كان اوت اوف جيم امبارح. فادي فريد النتيجه في الدقيقه 67 عشان يعني تكون نتيجه 3-1، لكن بعديها بحوالي ربع ساعه سجل مره ثانيه سيف الجزيري بعد ما اصطدمت كوره شيكابالا بعارضه الحارس الهاني سليمان، وردت في البديل سيف الجزيري واللي سجل الهدف الرابع. وكمان بعدها وفي الدقيقة 89 نجح شيكابالا ان هو يتوج مجهوده في المباراة بالهدف الخامس، وكان يقدر طبعا نادي الزمالك ان هو يخرج بنتيجة اكبر من كده امبارح. فرص كتير كمان كانت بتضيع من زيزو ومن شيكابالا ومن فتوح ومن ابراهيم اناضاي، وفاز نادي الزمالك ورفع رصيده للنقطة الثامنة من انتصارين وتعادلين في اول 4 جولات، وفي المقابل توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة السابعة وتراجع للمركز السادس. اكيد الف مبروك لنادي الزمالك ولأمبي، وهارد لك لسموحة وللبنك الاهلي في لقاءات امبارح.